بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لديليز دامين. اليوم نروحو مع كيكة بالليمون وبذور الخشخاش لي غران دو بافو. يجي الذوق روعة. الان واش حطيت هنايا؟ حطيت حوالي هكذا ربع كوب تاع طحين القمح الكامل. عندي ودرت لداخل البذور تاع لي غران بافو على ما اظن يسموهم الخشخاش. وكذلك نحط ملعقه تاع البيكينغ باودر، ملعقه خميره الحلوى، ونخلي هذه المكونات الجافه على جهه. حبه ليمون كنت نحيت لها المبشور، مبشور ليمون هنايا، ونجي هنا نعصرها في كاس 250 مليلتر. نديرو حبه واحده ليمونه القارص الحامض واحده، نديرو الفانيلا، ونديرو 50 مليلتر زيت الكانولا. انا درت زيت الكانولا، عندكم زيت اخر كما تحبوا، وكذلك 3 حبات بيض والقليل من الماء. ما تروحوش بعيد. خمسة وعشرين الأولى تاع عصير الليمون، وزوج خطرات 30 دونك 60 مليلتر تاع الماء. الآن نجي ندير 50 مليلتر تاع زيت الكانولا، الباقي اللي يبقى نديرو حليب حتى نوصلوها لميتين وخمسين. الآن نجي ندير 3 حبات بيض هنا. طريقة التحضير ما تاخدش معنا أكثر من 10 دقائق، فقط راني ثقيلة معكم باش تبعوني. وهنا نجي ناخد ملعقة كبيرة تاع السكر، لأنه من بعد ندير له العسل. أنا ناخد دوما السكر ديغابل، تقدروا تعودوه بأي سكر آخر. هايلك شديت ملعقة كبيرة سكر، لازم ندخلو السكر في البيض. نروحو نشدو دراب ولا خلاط ونخلطو مليح. انا درت ملعقه تاع السكر لانه ما نحبش الكيكه يكون فيها بزاف السكر، تقدروا تروحوا حتى لربع معالق كيما تحبوا. بعد ما دربنا السكر والبيض، نجي هذاك السائل تاع الماء والزيت وكذلك الفانيلا والليمون نحطه هنا، وبعد نحط مبشور الليمون باش نحو ريحه البيض. خلط شويه، والان طحين القمح الكامل وخميرة الحلوى اللي حطيناهم هنا نجو نحطهم في الخليط السائل. نحو بالعقل باش ما نخلعوش. وهنا جيت خديت ان فوي، هاو البول اللي خيرتو، درت له شويه زبده شويه طحين باش لي بوغي فاريني، ولا تاخذوا مول واحد اخر تقدروا ديروا ورق الزبده كيف كيف. الان هذاك لي غران بافو بودور الخشخاش جا فتح لنا لون تاع الكيكه. انا درت الفرن تاعي يسخن 180 درجه مده 35 دقيقه، وانتم على حسب الفرن تاعكم ديروا ان كوردون لداخل، لا شتوه طاب خلاص طفوا عليه عادي كيما كل الكيكات. ونعاود نولي لكم على الشكل النهائي. مادام درت فيها ملعقه واحده تاع السكر، نجي ندير وهي سخونه. العسل عندي بارد، واحد من اثنين لازم يكون بارد. اذا عندي العسل هنا بارد، الكيكه مازالها سخونه. نقطعها معكم وتشوفوا من الداخل كيفاش. عندي شويه البيستاش شويه الجوز، تقدروا تخلوها هكذا كما تحبوا.
ذوق روعة، جربوه رجعوا عليا في لي كومونتير. قاري غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفة جديدة ان شاء الله.